انا بلشت بجنس وان شاء الله اوصل اني اكون اكثر عربيه حامله القاب ممكن. هلا واضح، أنا غادة عماد الحلبي من شمال لبنان عكار حلبة، عمري 19 سنة، بدرس الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة اللبنانية. أنا أول وأصغر عربية لبنانية بتدخل كتاب جنس رياضياً. بلشت أنا مسيرتي بالجيمناستيكس بعمر ال4 سنين ورأس البالي كمان. سنة على سنة صرت طور حالي وانتسب لنشاطات مختلفة. مرقت بفترة من حوالي سنة وشوي فينا نقول ديبرشن بسبب الأوضاع اللي عم نمرق فيها، يعني كان البلد بشكل عام، الوضع الاقتصادي أو الوضع الصحي اللي كنا عم نمرق فيه بعد COVID-19. صرت استسلمت للحياة، فقدت الأمل من كل شيء. هون الماما حبت إنه خلص لازم تطلع من هيدي الحالة اللي هي فيها، لأنه قصة شوي لقدام خلص بيصير كتير أوفر الديبرشن اللي صرت فيها. اجت علي إنه بطريقة التحدي، شو رأيك تشاركي بجنس؟ هو أصلاً كان حلم الماما من زمان جنس، فبالأول خدتها بالمزح إنه ما مش عم تحكي أنتي جنس وكيف بدي أوصل لهم أصلاً، خلص بليز تركيني وحدة. بس لما فكرت فيها واطلعت انه الحياة مستمرة، قعدت بغرفتي ولا قعدت برا، حسيت انه لازم اعمل شيء. وبالفعل بلشت ظبط ورقي وقدمهم وشوف شو هني الشروط وشو هي الحركة اللي ممكن اعملها وغيره وغيراته لحتى اخترنا هيدي الحركة. قبل جنس بمطرح كنت حس انه اوكي فاين الشخص بيحلم، بس قدي امل انه يقدر يحقق احلامه قد ما يتعب ممكن ما حققهم. بس بعد جنس اكتشفت انه عن جد لما الشخص بيحط شيء قدامه وبيتعب ليوصل له رح يوصل بالنهاية. انا بقول لكل الشباب والصبايا بالعالم العربي وبكل العالم، لما بدكم شغلة ما تستسلموا، لو شو ما واجهتوا من صعوبات ومشاكل، ولو قد ما عالم وقفت بوشكم، خاصة البنات، قد ما يوقفوا بوشك ويقولوا لك انه ما فيك انت بنت، لا you can do it.